طبعا بدايه كده انا حلوه وزي القمر طبعا ومش محتاجه حاجه خالص. ليه النهارده انت قررت انك لازم تعملي بروفايله مش اي حاجه تانيه؟ اشمعنى بروفايله بالذات؟ وايه الفرق ما بين البروفايله والسكين بوستر؟ احنا بنسمع انا رايح اعمل سكين بوستر، فايه الفرق؟ البروفايله كاتيجوري مختلف تماما. بروفايله مش سكين بوستر، بنسميه سكين بيلد، بناء للبشره او بناء للجلد. بالظبط. فلقوا ان هو مش بس مسؤول عن ترطيب الجلد، لا هو بيبني طبقات الجلد والطبقه الدهنيه وبيساعد على بناء العضلات والاوتار. دول كلهم اللي بيشتغل عليهم البروفايل، عشان كده بروفايله اسمه سكين بيلدر، الباقيين اسمهم سكين بوستر. ده اسالك السؤال ده، هو احنا دايما من الستات يعني تلاقي ان الديكولتي اريا كشفت الست، هل انا اقدر استخدم البروفايله في الاماكن دي؟ Anywhere. ايه اخبار الاكسبيرينس؟ انا بخاف من الحقن جدا في الطبيعه، في حياتي الطبيعيه، بس الحقيقه ان انا ما اتضايقتش خالص، ما اتوجعتش خالص، ايدي خفيفه قوي، ما حسيتش خالص بالحقن، مع ان احنا خدنا في مناطق كتير قوي في الرقبه وفي الوش وفي الديكولتي، بس ما تعبتش خالص. ومتحمسه جدا بقى اشوف الفولو اب بعد 3 اسابيع والنتيجه لما تبان، ومبسوطه جدا من الاكسبيرينس. خلاص.